دخل نادي ريال مدريد الإسباني في حرب شديدة مع نظيره نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو المقبلة من أجل صفقة جديدة، حيث يعيش نادي ريال مدريد في حرب باردة مع نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع كيليان بامبي في ظل رفضه التام تجديد عقده مع النادي الفرنسي. وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستعد للدخول في حرب جديدة مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع لاعب وسط الفرنسي بول بوغبا الصيف المقبل، وينتهي عقد بول بوغبا مع نادي مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعله متاحا بشكل مجاني الصيف القادم في ظل رفضه تجديد العقد مع الشياطين الحمر، على الرغم أن مانشستر يونايتد يستعد لجعل بول بوغبا اللاعب الأعلى أجرا في الفريق من خلال العرض الجديد الذي تقدم به الشياطين الحمر لتجديد عقد اللاعب الفرنسي. وبحسب صحيفة أتلتيك، يرغب مانشستر يونايتد في تجديد عقد بول بوغبا لمدة 5 سنوات مقابل حصوله على أجر أسبوعي يصل إلى 400,000 جنيه استرليني. أما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فينوي إغراء بول بوغبا براتب ضخم يصل إلى 600,000 جنيه استرليني في الأسبوع، وذلك لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الفرنسي في الموسم المقبل. أما ريال مدريد فيتسلح برغبة اللاعب منذ سنوات عديدة في الانضمام إلى الميرينجي وارتداء القميص الملكي.